المركز. نعم إنها غيثان البطولة، إنها غيثان العباء، غيثان القوات الأمنية، غيثان كرة القدم. بنت العراق المدللة، ماسة العراق، وآية من آيات الجمال أينما كان. ميثان هنا، ميثان هنا تفتح حناجر أبنائها إلى البيت يا عراق. لبيك يا عراق، لبيك يا وطن. وحدة التعامل مع الأجواء والانطلاق في مجمار العمل المظلوم دون أن تكون هناك وتكلل ذلك بتوفير قناعات ترخصت او ترسخت في حلف المسؤولين الاولمبيين، فاقتنعوا قطع جزء للحظر والبوادر كلها تشير الى الانتقال لمرحله اخرى ستتزجج برفع كلي. الان الكلمه الى رجل بين قوسين شارف من مايل هور. الآن الكلمة إلى معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحكيم عطان، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الإنسان الغرام والضيافة. السلام على شهداء ميسان. السلام على سادة وشيوخ وأطفال وشباب ونساء هذه المحافظة الكريمة. السلام على السادة الحضور في الحكومة المحلية، السادة والسيدات النواب، الإخوان الأعزاء في مجلس محافظة ميسان. السلام على الجمهور الكريم الحاضر في هذا الملعب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا كان هنالك صاحب فضل في هذا الإنجاز فهي دماء شهدائنا الأبرار، وهم شبابنا المقاتلين في جبهات القتال، هم أصحاب الإنجاز. ولولاهم ولولا بسالتهم وبطولاتهم ودمائهم الزاكية لما تمكنا اليوم من الوقوف في هذه في هذا الاحتفال أو في غيره ونقيم مثل هذه الاحتفالات. ولا يمكن في يوم من الأيام أن نجازي عائلة شهيد واحدة ولا قطرة دم لشهيد واحد في العراق. شكرا لشبابنا الأبطال المهندسين في وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة والحكومة المحلية في ميسان ودوائر الدولة فيها. ورغم التحديات ورغم قلة الإمكانيات والتقشف المالي لكنهم يقفون كالأبطال كالأسود لتسجيل انتصارات كما يليق بالعراق، ويوفون لدماء الشهداء كما تحققت الانتصارات في الموصل وفي بقية الأماكن، واستعادت أو استعدنا الأراضي العراقية من داعش النذالة والحقارة. شكرا لكم إخواني الأعزاء، يا شباب ميسان الغيارة، هذا الملعب لكم.
وإن شاء الله سيرفع الحظر عن هذه المحافظة العزيزة كما رفع الحظر عن بقية الملاعب في كربلاء والبصرة وأربيل، وإن شاء الله في القريب العاجل تضاف مدن أخرى وملاعب أخرى. هذا عامل إنجازات لشباب العراق على المستوى الأمني والعلمي والثقافي والرياضي بعون الله. وصيتي لإخواني الأعزاء وهي لي أيضا أن أجمل هدية نقدمها لشبابنا المقاتلين في جبهات القتال وإلى أرواح شهدائنا الأبرار وإلى جرحانا أن نعمل بغيرة وأن ننجز المشاريع رغم الصعاب عن ببلد حضاري متقدم، وهذا حق الناس علينا. أسأل الله أن لا أكون مقصرا أنا وأخواني في وزارة الشباب والرياضة أمام الناس وأمام جمهور ميسان. كان بودي أن يكون هذا الملعب أجمل بأكثر أكثر من هذا، ولكن كما تعلمون المشكلة المالية قد تكون حالة دون ذلك. لكن بفضل الله اليوم نشهد ملعبا جميلا، وأرضية ميسان هي الأفضل والأجمل في بين ملاعبنا في العراق، وإن شاء الله في القريب العاجل تكون كل أرضيات ملاعبنا وملاعبنا الجديدة بهذا الحال. أسأل الله التوفيق للجميع. شكري وتقديري مرة أخرى لحكومة ميسان متمثلة بالسيد المحافظ ودوائر الدولة والسيد رئيس المجلس والسادة والأعضاء مجلس المحافظة، وإلى القيادات الأمنية قيادة عمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات والمخابرات والجيش وكل من وقف معنا والأمن الوطني، وأيضا تحية لكم من الحكومة العراقية من السيد رئيس الوزراء ومن مجلس الوزراء لكل العراقيين ولشباب ميسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. توفيق شباب.